أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يرد على من ادعى أن معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي أنه لا تراه الأبصار، يرد عليهم بقوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون؟ أي نعم، إنا لمدركون، يعني إن تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم حصروا البحر أمامهم والعدو من خلفهم، فقالوا إن فرعون وقومه يعني أدركونا ليهلكونا. فالإدراك له عدة معاني، ومعنى مدركون أنهم أحاطوا بهم، نعم أحاطوا بهم، أدركوهم يعني أحاطوا بهم، نعم.